انا من بعد دقائق ان شاء الله معدوده الكابتن او الاستاذ مهيب عبد الهادي معانا من هناك، هيقول لنا ايه اخر الاخبار وهيقول لنا ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل ان شاء الله. النهارده كمان حاليا في يتواجد، مش عايز اقول مئات بقى، ولكن ممكن يكون عدوا الالف مثلا اعتقد، عدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي حاليا في استاد مختار التتش. كان التوحد او التواجد في المكان هيكون الساعه 5، وفعلا توجهوا الجمهور من الساعة 5 حاليا. ده يمكن ملعب مباراة أو ملعب مختار التتش، أدي الجماهير قاعدة كلهم ألتراس طبعا معظمهم يعني أو كلهم أعتقد عدوا، متهيألي المدرج ده كبير يعني ممكن يعدي 1000 مثلا ولسه بيتوافدوا، وهما دلوقتي حاليا متواجدين حتى الآن ما مشيوش. الوقفة النهاردة ل يعني طيب خليني أنا ما أتكلمش، ناخد زميلنا شريف شعبان. لكن الاهلي بيفتح المدرجات للتيتش، ودي حاجه مهمه جدا يعني، ما فيش اي مجلس اداره مش عايز يعمل يعني اشتباك او يعمل مشكله. الناس فتحوا لهم الملعب يعبروا عن اللي هم فيه، وشايفين ان هو ده راي اخر ما فيش مشكله، نقد يستفيد منه مجلس الاداره. خلينا نروح نشوف زميلنا شريف شعبان من ملعب مختار التيتش، هو اكيد شايف احسن مننا وعنده معلومات اكتر مننا. مساء الخير يا شريف. حازم تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي الحياه في كل مكان. طيب الكاميرا معاك والصوت معاك والدنيا كلها معاك، قول لنا ايه الاخبار وايه المطالب وايه اهم المطالب اللي اتقالت، وهيمشوا امتى وجم امتى، وهل هم التراس فقط ام يوجد اعضاء جمعيه عموميه معاهم؟ يعني اسئله كثيره ولكن الاجابه تكون عندك ان شاء الله. شريف حازم خليني اقول لك ان انا من الساعه 12 الظهر وانا متواجد في النادي الاهلي. خليني اقول لك من يمكن الساعه 9 صباحا استعدادات امنيه مكثفه لقدوم الالتراس هنا، الشرطه خارج النادي من الصبح بدري جدا في كل مكان اعداد كبيره جدا. الساعه 4 العصر بدا الالتراس التوافد على النادي الاهلي، بدا بحوالي 1000، دلوقتي داخل حوالي من 8 ل 10000 متفرج او 10000. كبير جدا 10000 كده انت في الحاسب. دخلنا على 10000 يعني. انا يعني مش قد مش قد 8. لا انا قدامي الصوره بس انا ما اعرفش يعني، الصوره دي بس مسجله شويه من قدامي من فوقيه السواد اللي هي المدرج اللي قدام اللي تحت البرج. الصوره كانت حاجه مع حضرتك بقى لها يمكن نص ساعه او ساعه الا ربع او ساعه كتير قوي. دلوقتي الصوره اتغيرت خالص. المشهد هنا يعني مش عاوز اقول لك الوضع، الاعداد كبيره جدا داخل على 10000 ما شاء الله. صراحه لحد الان يمكن ما فيش صوت عن النص غير مره واحده بس، كل الهتافات او بعض المسايل من الجماهير كلها متركزه على مجلس اداره النادي الاهلي. يمكن خليني اقول لك الوسط اللي اتعلقت اداره ادمنت الفشل، استمرار في انهيار للاهلي، يافطه من الوسط يافطه تاني، المهزله خساره 5 بطولات في 8 شهور يافطه تاني، اهمال الالعاب الجماعيه يافطة تاني، سفر الرئيس ونائبه طول العام يافطة تاني، خسارة بطولات بدون عقاب للاعبين. يمكن دي معظم اليافطة اللي متعلقة النهاردة كلها متركزة على مجلس إدارة النادي الأهلي بيطالبوا برحيل مجلس إدارة النادي الأهلي. لحد الآن كابتن حازم ما تطرقوش خالص لجوزيه باسيرو أو مانو جوزيه إلى الآن، كلها هتافات على مجلس الإدارة وصاحب الثقة من مجلس الإدارة. إلى الآن العدد كبير جدا. خليني اقول لك في نظام ولا اروع، ما اعرفش ازاي منظمين هم عن نفسهم، ما حدش بينظمهم، هم اللي منظمين نفسهم، ما حدش ساعدهم خالص في التنظيم. النادي الاهلي للاسف لحد دلوقتي مانع الكاميرات القنوات تخش تصور، ما اعرفش ليه. دلوقتي الموبايلات والكاميرات الفيديو حاجه يعني كل من الصوره، اداره الاهلي للاسف لحد دلوقتي ما اعرفش ليه منع القنوات تخش تصور. بس خليني اقول لك ان لحد دلوقتي يا كابتن حازم ان اليوم معدي على خير وباذن الله هيكمل على خير، لان شايف المشهد حضاري لاقصى درجه. كنت بقول لك من الساعه 4 لحد دلوقتي هو طيب يعني هو شريف، خلينا نفهم معاك برضو، هي في يافطة محطوطه بالحاجات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي دي، ولكن هم بيشجعوا ما جابوش سيره المجلس ولا قالوا حاجه معينه، ولا مثلا قالوا جوزيه ولا قالوا اسم حد من المجلس، هو كله النادي الاهلي بيشجع النادي الاهلي، ولا في حاجات ذكرت في التشجيع؟ كل اللي تفادى كابتن حازم على مجلس الاداره لحد الان ما حدش جاب سيره بيسيرو، ما حدش جاب سيره مانويل جوزيه، كله على مجلس الاداره. مجلس الشمسيه والكرسي كله على مجلس الاداره. لا يعني قالوها بصوت كلهم هو بيغنوا ولا مكتوبه الحاجات دي؟ طبعا مكتوبه، وتقالت كمان هتافات
عارف هم ليهم يعني جمل بيكتبوها بطريقه غريبه راكبه على بعضيها زي ما بيقولوا، حد بيكتبها لهم كويس قوي. كلها جمل وكلها مرتبه منظمه، كلها اتجاه مجلس الاداره الى الان. لم يتم التطرق الى فريق الكوره، يمكن اللعيبه قالوا طب ما فيش مطلب محدد مثلا عايزينه الالتراس، يعني ما قالوش مثلا احنا مش عايزين كذا او عايزين كذا، ولا هو تنديد بكل اللي فات بالماضي، يعني باللي حصل في الثلاث اربع شهور اللي فاتوا مثلا، يعني مفيش حاجه محدده احنا عايزين كذا، عايزين المجلس يجيب حد، عايزين نكسب، يعني في حاجه محدده، مطلب محدد، ولا هي كله في اداره النادي الاهلي في الثلاث اربع شهور اللي فاتوا؟ كله على الاداره، على البطولات اللي بتسوقها، مفيش انضباط في النادي، ان المجلس الاداره مهتم بالشلفيه والكرسي، ان مجلس الاداره ما بيحاولش، يعني لحد دلوقتي ما تفرقوش ولا المانويل جوزيه ولا الجوزيه بكير، يعني لحد دلوقتي كله هتافات لمجلس الاداره وهتافات للنادي الاهلي. طب ما فيش حاجه على ماتش الزمالك يوم الخميس مثلا وتشجيع للعيبه يوم الخميس ولا حاجه؟ يعني يوم السوبر، يعني قصدي مثلا السوبر يا ابطال، يعني مفيش اي حاجه من الكلام اللي هو بقى رياضي او يعني كروي شويه؟ لحد دلوقتي الساعه 6 وربع لحد دلوقتي مفيش ولا حاجه على مباراه السوبر اهلي وزمالك على باتيرو على تيتي لحد دلوقتي، لا كله مجلس الاداره، كله مجلس الاداره، كله مجلس الاداره. خليني اقول لك كمان ان الاستاذ كمال زاهر كان بيلعب كوره في ملعب جنب الاستاد مع اللعيبه القدامى الساعة 4 وربع، ما حسش ان العدد بدأ يكبر، على طول انسحب في هدوء، شاف لحد ممكن يحتك بيه لان عدد كبير جدا، فالراجل انسحب في هدوء خالص وما فكرش يكمل اللعب. يمكن اللي كان موجود معروف يمكن كابتن شادي محمد، ودخل معاه في نقاشات شوية على مانويل جوزيه والموضوع هدي على طول. دخل مع مين؟ لحد الآن دخل مع أعضاء مجلس إدارة ولا مع الألتراس؟ لا لا لا، مع بعض الألتراس. مفيش حد تاني غير كابتن شادي محمد موجود دلوقتي مع الجمهور؟ يعني مفيش حد كمان. ها؟ شادي مشي كمان، يعني مشي بقاله ساعة، وش بقاله ساعة مثلا مشي، اختفى مش شايفه، عدد كبير فممكن ما كنتش شايفه يعني. لا قصدي مفيش لعيبة موجودة مثلا، مفيش مجلس إدارة، حد موجود؟ هو كان كامل ظاهر بس وانسحب على طول في هدوء، أما لا الجماهير بدأت تخش انسحب على طول. هو كابتن شادي اتكلم معاهم حوالي 10 دقايق وبرده على ما أظن انسحب من المشهد برده يعني. تمام. طيب هل الوقفات دي، احنا بقالنا 3 ايام دلوقتي في وقفات، النهارده يمكن الوقفه الاكبر، يعني هتستمر لغايه امتى مثلا، ولا النهارده دي اخر وقفه، ولا ديك اي يعني تعليق، تعرف حاجه، عرفت حاجه؟ اللي انا اعرفه لحد دلوقتي المفروض النهارده اخر يوم، الله اعلم بقى، ممكن بكره كل يوم في جديد، في بيانات لحد دلوقتي ما فيش بيان جديد اللي هم هيجوا بكره. بس انا اللي باكده لك ان بره في استنفار امني قوي جدا، بس حتى الامن ما تدخلش في نظام ولا تدخل معاهم، الناس كانت باحترام، شكلها باحترام. بقول لك مفيش خروج على النفس غير مره واحده بس على ما اظن، لحد دلوقتي اليوم ماشي كويس جدا، ما افتكرش بكره هيكون فيه، النهارده على ما اظن اخر يوم على ما اظن. المفروض هتطلع امتى الوقفه دي، هتخلص امتى؟ مش عارف يا كابتن حازم الصراحه، هم الاعداد كبيره والناس بتشجع. يعني سامع، لو سامع الالتفات يا كابتن حازم. كلمه إيه؟ حق، كلمه حق، مجلس فاشل من غير جمهور. تمام يا شريف، بشكرك يا شريف شعبان، طبعا زميلنا ومراسلنا من ملعب مختار التتش، قال لنا اجواء الوقفه الجماهيريه اللي موجوده حاليا في استاد مختار التتش.